طيب السؤال الثالث بالنسبة للفيزا، يعني أنا بستعمل الفيزا ولكن استعمالي يعني الحمد لله يعني بدفع بدون يعني بدون استخدام الربوي، ولكن هم بيعملوا زي برامج جوائز إنها بتيجي مع الاستخدام عليها بدون الاستخدام الربوي، فهل الجوائز دي إذا تحل ولا يعني استعملتها في إذا استعملتها بالطريقة الحلال الطيبة وجاءك مال عن غير تواطئ منك فلا بأس بذلك، اقبله.